فيما يخص السكور شيت لنادي الزمالك، شفت ازاي المجموعة اللي موجودة مع جوزيه جوميز؟ طبعا هم دول اللعيبه اللي موجوده معاه بعيد عن الغيابات والاصابات، مش شايف ان في اي حد كان مثلا مستبعد يقدر ياخده وما خدوش. هو الراجل خد فعلا ال 20 لاعب اللي هم الفت اللي هم موجودين معاه، بعيد عن الاصابات، بعيد عن القيد الافريقي اللي هو فيه لعيبه لم يسمح بالقيد الافريقي نظرا اللي هم لعبوا مع فرق تانية. فانا شايف ان القايمه فيها بالانس كبير جدا، التوازن ما بين اللعيبه اللي موجوده. الحمد لله في غياب عوده صبحي بعد الغياب الكبير بتدي تقل شويه لحراسه المرمى، عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه لعواد يبقى عندنا حارس كبير وعودة أوباما بامكانيات. برضه. وفي عوده اوباما كمان رجل النهائيات او رجل المواقف الصعبه زي ما بنقول عليه، صحيح. فكل الناس دي هتدي لك تقل في موجود، وهيبقى ليهم ان شاء الله دور سواء كان في الماتش هنا او ماتش العوده بامر الله.